احنا داخلين متحف مصلحة سك العملة، في حاجات هنا هتتبسطوا منها قوي قوي، هتشوفوها بس بالراحة يا راضي حبة حبة. مساء الخير يا فندم، نتعرف بحضرتك. صلاح رمضان امين متحف سك العملة. الاستاذ صلاح رمضان امين متحف سك العملة. طبعا المتحف بيسخر بالمسكوكات، المسكوكات الاثريه والمسكوكات الحديثه. تمام. يعني من اهم المقتنيات في المتحف هي الميداليات الملكيه اللي جت من القصور الملكيه بعد الثوره. دي جت لكم كده؟ بالظبط، هنا المكان المنوط بيه دي تعتبر 5 جنيه ذهب ولا ايه؟ لا يا فندم، دي ميداليه مش ميداليه. ميداليه بس ذهب. ذهب يا فندم، يعني تتوزن على الميزان. طبعا يا فندم، دي لزيارات الملك فؤاد، كان كل مدينه بيزورها كان بيتعمل له تقليدا لهذه الذكرى ميداليه ذهب. يعني شوف حضرتك ديت المانيا حتى ابو الهول واحد الاثار في المانيا. تمام. وبلجيكا، فرنسا، تشيكوسلوفاكيا. العملات دي كلها معموله بره طبعا، مش عندنا. معموله في المانيا وفي ايطاليا. وده عمنا فاروق. طبعا الملك فاروق وانجازاته ومؤتمراته، حاجه خاصه بمؤتمراته اللي اتعملت في مصر. دي برده كلها معظم مؤتمراته والمستشفيات اللي كان بيبعتها. وفي ميداليه مهمه جدا يا فندم، دي ميداليه السلطان، ثاني سلطان، ثاني سلطان. طبعا ثاني سلطان يخش يزور مصر هو سلطان عبد العزيز ايام الخديوي اسماعيل، واتعملت ميداليه ديت بمناسبه افتتاحه لميناء في السويس. حتى سمي الميناء باسمه، وكمان برضك كان في وسط البلد هنا اتعمل له شارع عبد العزيز باسمه بالنسبه للزياره ديت لزياره، كان هنا مكتوب امير المؤمنين عبد العزيز، سلطان عبد العزيز. تمام. وفي ميداليه مهمه طبعا لمئويه محمد علي، مرور 100 سنه على وفاه محمد علي. دي برونز دي ولا ايه؟ دي برونز. برونز في منها برونز، في منها فضه، وفي منها ذهب. دي يا فندم بقى بشوف حضرتك، دي الوجه عليه اللبس العسكري لمحمد علي. والظهر كل انجازاته، يعني شوف حضرتك المدفعيه، الجيش والقطن والترسانه الحربيه. دي لقوها في القصور. يا فندم، حتى كمان لن اخشى حكم التاريخ، يعني دي المقوله بتاعته حتى موجوده على الميداليه. في منها الفضه وفي منها الذهب. ما هو خلي بالك، محمد علي هو مؤسس مصر الحديثه. طبعا يا فندم. كل مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال ان هو مؤسس مصر الحديثه؟ هو محمد علي طلع على نفس الحكايه دي، تقول لك انا مؤسس مصر الحديثه، مشيت هو مؤسس مصر الحديثه. وفي كمان يا فندم، فبالتالي لا يخشى حكم التاريخ لانه حكم على نفسه وهو بيحكم. بالظبط. وفي يا فندم بردك حاجه بردك للقائد العظيم ابراهيم باشا. طبعا ابراهيم باشا ده الابن الاكبر لمحمد علي، واللي حكم في ظل حكم محمد علي، ومات في ظل وجود محمد علي. دي ميداليه مهمه جدا، هو ليه ميدان في الاوبرا، ليه تمثال في الاوبرا. بالظبط، حتى التمثال الاوبرا القديمه، معلش انا اسف. التمثال كمان مكتوب عليه سلام على ابراهيم قاد جيشه من نصر الى نصر، وبرضك الميداليه مكتوب عليها سلام على ابراهيم قاد جيشه من نصر الى نصر. سلام على ابراهيم قاد جيشه من نصر الى نصر. بس هم كملوها هم، حاجات عجيبه. وفي ميداليات مهمه يا فندم، ميداليه الاستقلال الى تحويل مصر من سلطنه لمملكه، ده ايام الملك فؤاد. ده الملك فؤاد تحول من سلطان 22 الى الملك حتى 1936. خلي بالك هو خد كذا منصب. خد سلطان وملك. خد قبله سلطان حسين كامل اظن. بعدين هو بقى طبعا يا فندم، طبعا اول ملك لمصر. طبعا هو سلطان حسين خد من 17 من 14 ل 17. مزبوط. بعد كده جت الحرب العالميه، اعلنت الحمايه، وبعد جه مكان عباس حلمي الثاني بقى ملك مصر والسودان ودارفور. بالظبط. بعد كده وفي ميداليه الزواج يا فندم بتاعت الملك فاروق للملكه فريده. دي مادتها ايه؟ بروب دي مطليه ذهب، يعني مطليه مينا ومطليه ذهب. طبعا ده احنا كده خلينا على العمله يا فندم، العمله المتداوله. دي العمله المتداوله. طبعا حضرتك عارف ان محمد علي كان والي على الدوله العثمانيه، ما كانش يسمح به ابدا ان هو يسك عمله باسمه. فكانت كل العملات بتتسك باسم السلطان. يعني هنا هنلاقيها معظمها السلطان عبد العزيز والسلطان عبد المجيد. دي حاجه اسمها الباره، دي كانت جزء من النقد العثماني، وكان بيمشي هنا في مصر لان ممنوع اي والي يكتب اسمه او يسك او يسك. مفيش عمله مصريه وقتها، العمله العثمانيه وبعدين بتيجي هنا كمان يا فندم. بتيجي ايه يا فندم بقى؟ بتيجي من الستانه الاستنباط في الدرب خانه، كان بيتعمل الدرب خانه، يعملوها في الدرب خانه. ليه وقفت؟ ما نعرفش وقفت ليه. هو محمد علي اخر واحد جددها، دلوقتي بقت اثر موجود في القلعه. البتاع اهو. يا فندم ده نص فرنك. لا يا فندم، وكان في ده المليم، ده 10 مليم، وفي مليم ده قرش. لا يا فندم ده مليم. مليم 10 مليم. هو 10 يبقى قرش. قرش طبعا يا فندم، بس هو مكتوب عليه 10 مليم. ده يا فندم اول واحد في الاسره العلويه يكتب اسمه على العمله،
اللي هو السلطان حسين كامل اللي حكم من 1914 ل 1917. تمام. وايه وكمان ايه كتب العمله بالعربي والانجليزي، دي كانت اول مره، وكتب اسمه. ما حر بقى مع عملته بقى يعمل اللي هو عايزه. في يا فندم الريال مهم جدا. فين الريال؟ ده الريال مهم جدا 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 لان مفيش غير ثلاث نسخ في مصر في العالم كله. ليه بقى يا فندم؟ لان الملك فؤاد لما تولى الحكم بعد السلطان حسين كامل خد لقب سلطان لحد 1922، فكانت المسافه قريبه جدا. فهم سكوله ده الريال السلطاني، سلطان فؤاد. فالريال ده يا فندم اتعمل كعينه، شافها الملك فؤاد بقى ملك. لا، شافها الملك فؤاد وقال لك لا، خلوا الريالات كتير قوي في البلد بتاع حسين كامل، خلوها وما تعمليش انا ريال. وبعديها بقى ملك. فدوت نادر جدا ومن الحاجات المميزه هنا. يبقى اذا مش ده الريال اللي كان مع انور وجدي وفيروز. الريال بتاع انور وجدي وفيروز بتاع الاربعينات، واحنا فاكرينه طبعا عاصرناه. فندم دي بقى عملات الملك. وكان في نص فرنك سامبوكس كده. ما نص فرنك ده يا فندم، ده قصته يا فندم. نص فرنك اصلا هي عمله فرنسيه. النص فرنك كان بيساوي 8 قروش. نص فرنك 4 قرشين. هم 4 4 تعريفات. الفرنك 4 كان نصه. يبقى نص فرنك كان 2. وفي طبعا السحتوت وفي النكله. مش موجود هنا النص. لا دي مش موجوده يا فندم. دي كلها حاجات خاصه بالملك فؤاد. دي بقى دي عملات الملك فؤاد. ليه يا فندم؟ الحاجات دي كلها يا فندم كانت الملك. يعني دي عمله مصريه؟ يا فندم دي كدهب. ده كان يعتبر ايه بقى؟ 5 جنيه ده؟ في 5 جنيه ذهب، وفي دي طقطوقه كانت كمان، عشان كمان لما كانت بتعرض على الملك كانت بتتحط بشكل مميز كده، بتتحط في طقطوقه. ودي يا فندم كلها مقتنيات الملك فاروق. الطقطوقه يعني كان بيطفي فيها السيجار بتاعه؟ لا يا فندم، بتتحط عليها العمله نفسها. يعني شوف حضرتك قالب ازاي، قالب كده بتتحط فيها العمله. شوف حضرتك كلها ذهب لما كانت بتتعرض على الملك. ودي يا فندم كلها كانت في مع الملك فاروق، لان الملك فاروق كان من هواة جمع العمله. صحيح، وهو كان من هواة جمع الحاجات الغريبه كتير. وفي يا فندم ده اهم حاجه برضك يا فندم، ده القرار الجمهوري القصوري، القرار الملكي اللي انشاء المصلحه. شوف حضرتك من 50,000 ل 80,000. ده بقى احنا جينا هنا بقى لعهد الجمهوريه العربيه المتحده، عهد الرئيس جمال عبد الناصر من 1958 والوحده مع سوريا. وبدات بقى وجه العمله تختلف طبعا. دي بقى النسر، وبعد كده النسر اللي فيه نجمتين، القلب اللي فيه نجمتين اللي هو اتحاد مصر وسوريا. وبعد كده اتشال في الثمانينات لما جه الرئيس انور السادات بعد ثوره التصحيح، اتشال النجمتين وبعد كده بقت عمل جمهورية مصر. جمهورية مصر العربية دي كلها المتحدة بين مصر وسوريا. ده المليم ده. يا فندم ده مليم صغير قوي. ده مليم. ده اسمه المليم. المليم عبارة عن التعريفة اللي هو نص القرش 5 مليمات. دي كانت فلوس الناس بتشيلها في جيبها وتصرف تشتري بيها المليم ده. وكلمة تعريفة يا فندم كان يقول لك التعريفة دي للمواصلات، يعني معروفة ان هي بتاعت المواصلات، فاتعملت مخصوص عشان المواصلات. حتى كمان في نقد في ملك فؤاد كان 2.5 مليم، لان كان كيلو سكر. فكانوا معمول له نقد مخصوص. يعني شوف حضرتك في طبعا دي عهد الجمهورية. دي كلها دي حاجات بتاعتنا طبعا يا فندم، كلها من الثمانينات. زمان احنا لما كنا شباب كده كنا نحط القرش ده في الميدالية، ميدالية المفاتيح. كان من ضمن المنظره يعني الشاب ويبقى عنده ميداليه مفاتيح يحط فيها النص فرنك ده. طب تعرف يا فندم ان في حصل حاجه قبل كده في السودان، طلبوا بالاسم ان العمله تتخرم عشان يعملوا يحطوها في الميداليه بتاعتهم، لانه كانوا بيحطوا في حديده كده الميداليه بتاعتهم، فطلبوا من السلطات المصريه ان يعملوا لهم عمله. حلوه جدا سوق. والله يا ريت تعملوا للنص ال 50 قرش بشكل لطيف. دي يا فندم بقى عملات اجنبيه. حضرتك عارف ان المصلحة السكه العمله المنوط بيها العملات كلها. فكانت لما كده حاجه بتتصادر من المطارات والكلام ده كان بتيجي المصلحه هنا. فدي بعض نماذج للعملات في الدول الاجنبيه. تعالى دي في حاجه مهمه جدا هوريكوا بقى. نص فرنك اهو، بس هو نحاس ما اعرفش ليه. هو ده نص فرنك اللي هو المسدس سودي. وريني ده العمله اللي مش موجوده. اكيد في ناس عندها في بيتها نص فرنك، بعت لنا صورته. هو ده الذهبي ده السداسي، بس كان ابيض ما كانش ذهبي وقتها واحنا صغيرين. ده كان عباره عن قرشين مضمومين على بعض زي الريال معضمم 10 ساخ. ما اعتقدش ان كان فيه 10 ساخ زمان. بعدين بعمله 10 ساخ كانت ورق.
وفي يا فندم كلمه باريس يا فندم برضك الباريزه ديت باريس باريس اللي هنا اتسكت في باريس فهنا العامه يقول لك ايه كانت باريس فسموها باريزه وفي يا فندم بطاقيه ده برضك ريال اسباني مشهور جدا وكان بيتداول هنا برضك في مصر كان بطاقيه كان المصريين هتعرف حضرتك المصريين بيسموا الحاجه بشكلها